السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة ايزي تو بلاي. دي الحلقة الخامسة من سلسلة سيتي سكاي لاينز اللي هي بنحاول ان احنا نعمل فيها احسن حاجة نقدر عليها في الاصدار دوت من اللعبة، لانه فاضل حاجة بسيطة جدا وتنزل سيتي سكاي لاينز 2، وان شاء الله هنكون جاهزين ان احنا نعمل فيها شغل كويس جدا مع بعض. ولو انتوا اول مرة تشوفوا الفيديوهات بتاعتي فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واحسن حاجه تعملوها انك تسيبوا لي لايك على الفيديو دوت وتعليق جميل كده تنصحوني فيه اعمل ايه في الحلقات اللي جايه. ولو ما شفتوش الحلقات اللي فاتت يا ريت ترجعوا تشوفوها، السلسله موجوده وفي كذا لعبه تانية موجوده، وحتى عندكم امكانيه انكم تطلبوا اي لعبه انتم حابينها وانا اصور عليها ان شاء الله. اه بسم الله. report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately. احنا ما عندناش اي شيلتر. ده شكله نيزك هينزل. يا ساتر. المدينة بتاعتنا هناك بتشكو من اوجاع كتير اوي، شايفين؟ مية وكهرباء. بسم الله. اوه. بقالنا كتير ما شفناش نيزك. بس كويس ان نزل في اخر الخريطه. شوف فين احنا، هناك كده الجامعه بتاعتنا وهناك القرى والمدن بتاعتنا، لكن هو نزل بس في الزاويه خالص. طيب كويس الحمد لله. نرجع تاني دلوقتي هنا في المنطقه ديت، يعني عملت الحديقه اللي سميتها حديقه الجامعه او الجامعه بارك، والجامعه حتى نفسها سميتها الجامعه الاولى the first college. واحنا يعني يعتبر كده جاهزين. جيت انا في الفتره الاوفلاين او في الاوفلاين يعني قبل ما اسجل، عملت هنا شويه زي كباري للمشاه، ظبطت كده هنا كباري للمشاه برضو زي ما تلاحظوا. بص الحديقه كلها متصوره بسور خارجي خلاص عشان الناس ما تدخلش فيها الا بس من البوابات هنا ويدفعوا لنا. وبالمناسبه خلينا نيجي ندخل هنا ونشوف البارك. استنوا، لا هنا هوت احنا نقدر نتحكم في سعر التذاكر، يعني هي سعر التذكرة ب15 انا هخليها ب20 اعلى حاجة، لانه بصراحة احنا عندنا يعني حاطين فيها يعني حاجات كويسة من جوه وكده، ومنتظرين بقى ان هي يعني ايه تاخد الوقت بتاعها. المفروض ان هنا entertainment until next level، المفروض يتهيألي ان احنا محتاجين 220 يعني عشان نوصل للنكست ليفل. انا عندي 741، ده التفسير بتاعي. احنا بنصرف حاليا على البارك ديت كلها 1100 تقريبا، ودخل لنا 120 ليه؟ لان المنطقه هنا فعلا يعني عليهاش رجل، يعني لسه الحي ده ما كبرش، الحي الجامعه، ويعني ما حصلش هنا حركه كبيره. البارك ديت ليها مدخلين، المدخل الاول ده وليها مدخل تاني هنا ثانوي في الاخر. خلوني بس ابص معاك واوريكم هنا. شوف حاطين مدافع، حطيت مدافع كده في البدايه، حطيت المبنى ده بتاع الاستعلامات في أول ما تدخل، مواقف سيارات احنا حطيناها مع بعض آخر مرة، وزي ما انتم شايفين بقى الورود منتشرت في كل حتة، يعني ورود كلها خليتها لون واحد، البارك دي كلها بستايل واحد. كل ما يتفتح لنا بقى مباني مختلفة هنبتدي نحطها. يعني لو تشوفوا هنا معايا المباني اللي مفتوحة هي ديت، بس في هنا مباني تانية ومناطق تانية تتفتح لما نكون نوصل للليفل 2 من البارك. يعني هي احنا انا تالي محتاج ان انا اسيبها فتره لحد ما ايه هي مع نفسها كده تاخد ليفل، لانه انا يعني شيء زي ما انتم شايفين الانترتينمنت بتاعها يعتبر كويس، يعني حطيت مباني كتير وهي كبيره جدا يعني حجمها كويس. عملت هنا ده في انترنس ثاني او مخرج خارجي يعني البارك، واحد هنا اهوت على اليمين، واحد في النص الرئيسي، وهنا على الشمال في واحد تاني من عند الكوبري بتاع المشاهده. احنا كده تفقدنا احوال البارك بتاعتنا. الجامعة برضو انا هنا في المناطق ديت يعني اللي لقيت انه محتاج يعني كوبري المشاة حطيت كوبري المشاة. هنا هو في منطقة الجامعة دي كلها ما فيش حاجة، الحي ده لسه جديد، بس على الميدان حطيت كوبري بحيث انه اي حد رايح من اي مكان يقدر يمشي، ما يضطرش ان هو يقطع ده او مثلا عايز يروح من الجهة ديت للجهة التانية ممكن يطلع كده ويمشي بدل ما كان يلف اللفة دي كلها ويقعد يقطع الشوارع يعني. وطبعا الهاي واي ما ينفعش يتحط فوق الكوبري مشاه، يعني نفس الهاي واي، فعشان كده ما فيش اي نزل عليه لان ده ما بيمشوش عليه خالص. الهاي واي ما حدش يمشي عليه من هنا الطريق ده. المهم خلينا نكمل ونروح نشوف نتفقد احوال البلد بتاعتنا. احنا اخر حاجه حاطين دول شويه مزارع، الصراحه كويس، بس انا عرفت ان بيقولوا لي ان المفروض من هنا احدد انا
نوع السمك، لكن زي ما انتم شايفين بصوا مفيش اي نوع تحديد للاسماك، يعني هي الفارم دي كده فيش فارم وخلاص، مفيش ما ينفعش احدد فيها اسماء نوع السمك معين، يعني اذا كان سالمون مثلا او كذا. انه كتبتولي كده في التعليقات هنا في اشارة، شكلها هنا في اشارة او حاجة. اه صح في اشارة، واحنا مش عايزين اشارات هنا. خليني ادخل واوقف الاشارة ديت ازاي، استنوا من هنا اهو، ونجيب الاشارة ونبتدي ندوس كده نعملها اوف لكل الاشارات دي، بس ان احنا يعني المنطقة مش محتاجة، مفيش زحمة عندنا محتاجين اشارات، الشعب بتاعنا مثقف لوحده يعني، هو مش بيفهم ازاي يتعامل مع الازدحامات بدون اشارات. لين نوقف كل الاشارات المرورية، حتى في الدوار هنا بص مليان اشارات، حتى تقطع الرئيسي. اوه ده هنا عندنا حتة غرقانة، منسوب المية ارتفع فدخل على المنطقة ديت، شكلي هنزل منسوب المية شوية، بس خلينا في بقية الإشارات وأجي هنا على الترين على المية. لا مش من هنا، من أظن من دي. طيب يجي المنطقة دي واطية شوية، أصلها منخفضة أكتر، فهاجي أنا أمسك مستوى منسوب المية وأنزله كده شوية، بس المفروض إن هي دلوقتي هتنزل، خلينا ننزله كمان شوية عشان نبقى في الأمان يعني كده. تمام نرجع تاني لموضوع الإشارات، نشوف نظبط كده بقيت لو في أي إشارات محطوطة نوقفها، والمرة بنتفقد كده إذا كان في ازدحامات في منطقة معينة، في تكدس في كذا. شايف ما شاء الله الحركة سلسة في كل المكان، الطريق ده شوية مزدحم مش عارف ليه بيقفوا فيه، تدفق السيارات فيه يعني شوية صعب، تحس انه كأنهم بيمشوا ورا بعض او في حاجة ماشيين بالراحة. الميدان ده برضو صغير يعتبر، وبقى يعني بقى بيحصل فيه ان بيقفوا الناس، عايزين نشوف له حل بصراحة. انا ممكن الغي الطريق ده من الميدان، الطريق ده كامل، بحيث ان اللي عايز يعني يروح يدخل ينزل من الطريق الرئيسي ده يدخل يمين هنا، يدخل من ناحيته يدخل شمال يروح لقدام ويشوف له بقى طريق تاني يدخل مثلا نوصل ده ولا حاجة، او يروح لقدام ويلف ويرجع وبعدين يدخل تاني، في يعني ايه نمط الحركة شوي. اظن يعني ممكن دي تبقى فكرة كويسة لو لقينا هنا الموضوع ده محتاج نرجع لها تاني، نرجع لها تاني نفكر لها فكيرة كده. اشارات اشارات نوقف، ما شاء الله الدنيا بتمطر، الأجواء جميلة على فكرة، بره هنا بقالها يومين تقريبا في المنطقة اللي أنا فيها ديت عمالة تمطر. اكتبولي يعني إذا الأجواء عندكم عاملة إزاي، حر دلوقتي برد، احنا هنا خلاص يعني شتينا في المنطقة اللي أنا قاعد فيها في تركيا، خلاص يعني لبسنا الشتوي وفضل شوية ونشغل دفايات، فاكتبولي الأجواء بتاعتكم عاملة إزاي في المناطق اللي أنتوا عايشين فيها. بص الشوارع اتغسلت ازاي مع المطر. جميلة والله، يعني السيتي سكاي لاين 2 يعني اكتر ابهارا من ديت الصراحة، فيها بقى يعني تخيلوا كل الجرافيك ده بقاله كتير، يعني الجرافيك ده من زمان خالص، محركات اللعبة نفسها قديمة، فتخيلوا بقى الاصدار الجديد هيكون عامل ازاي. وانا بقى في الاشارات بصوا لقيت ايه، اندلع حريق هنا في المنطقة ديت، صعب تعالوا نشوف المطافي ايه اخبارها، حاطين اصلا مطافي هنا ولا لا، شوفوا الغلط بقى اللي انا عامله، المنطقة دي كلها المنطقة اللي هي انا بقول للمستثمرين تعالوا استثمروا هنا مش حاطين لهم مطافي. الله يا معلش بقى، يبقى احنا نحط لهم دلوقتي اطفاء بالهليكوبتر كمان حتى لو عايزين، ولا اقول لا خلينا نحط المبنى ده اللي هو الفاير ستيشن، يعتبر كبير فيه 25 سيارة، لان المنطقة دي يعني منطقة مهمة جدا المفروض ما يحصلش فيها اي حرائق. مركز الاطفاء خلينا نحطه هنا مكانه مناسب، نشوف هيطلع منه سيارات على طول اطفاء ولا لا.
يلا يلا يلا، شكلها سيارة إطفاء جاية من منطقة تانية. والله ممتاز يا عيني، ضرب مشوار تلاقي ابن اللذينة بص جاي من البلد هناك لكل الطريق ده عشان يجي يطفي يعني. يلا يا شباب يلا يلا، بص بص نزلوا اهمت شايفين. ممتاز شكرا رجال الإطفاء بتوع المحافظون على البلد. بص والله الشجرة يا عيني حرام، بص الشجرة حصل فيها ايه، بس كويس المبنى منهارش يعني من الحريقة. هنا المبنى ده بقى خلاص هيبقى يعني ان شاء الله هيغطي كل المنطقة. خلينا بالمرة بقى نحط مركز للبوليس كمان، يكون هيد كوارتر هنا، ده هيد كوارتر، نحط هيد كوارتر تاني كمان للبوليس، خليه في نفس المنطقة، اللي في نفس المنطقة على الشارع الرئيسي. بقى هنا عندنا هيد كوارتر لأول مرة بتاع بوليس، وهيد كوارتر بصوا على طول هنا طلع سيارتين، في احتياج الظاهر للبوليس في المنطقة. احنا الأرباح بتاعتنا ميتة خالص، وعايزين فعلا نعمل يعني الأفكار اللي اقترحتوها عليا إن احنا ايه نحاول نزيد الدخل، بإن احنا كمان نعمل المنطقة الزراعية اللي هنفتحها هنا إن شاء الله. في آخر مرة كان فتحت مباني للمنطقة دي، منطقة المحجرة بتاعتنا أو المحاجر بتاعتنا، خلينا نيجي ونشوف ايه المباني اللي اتفتحت نحطها مع بعض. نشيك بس على المية، نشيك على الكهرباء، يعني قريب هنحتاج سوج بس يعني نقدر نصبر. خلينا اشوف دلوقتي بس ايه المباني اللي اتفتحت. احنا لسه ليفل 4 مش ليفل 5، ده احنا حطيناه اخر مرة. في عندنا المبنى ده بتاع ايه، خليني اجي واحط منه هنا مثلا، ودوت نزيد منه المصنع الكبير ده، واحد كمان نحط اتنين، يبقى عندنا تلاتة بتلاتة، ومن ده حاطين واحد بس، نحط كمان اتنين يبقى كده تلاتة، ومن دوت برضو ده مش حاطين منه، حاطين بس السمول. فتح عندنا اللارج، لازم نحط منه هو كمان. عايزين نزيد بقى شوية يعني من دول مستودعات، خلينا نتفقدهم الأول. هو فل 100% 100% المستودعات بتاعتنا فل كلها، ده بس بنتاخد منه حاجة بسيطة. يبقى هي يعني المواد الخام اللي هنا ديت اللي بتخزن دي بتطلع تروح للمستودعات، لا قصدي للمصانع الأولانية التكرار وكذا وده، وبعدين تطلع من هنا تروح على المبنى الرئيسي دوت يعني. فعشان كده يعني ده كان ماشي حاله، بس دلوقتي تلاقيها هيشتغل اكتر يعني، لان احنا كده ظبطنا هناك الدنيا اكتر شوية. بس برضو مفيش ما يمنع ان احنا نحط مستودعات اكتر، عشان دول هيطلعوا موارد عايزة تتخزن يعني. حطينا كده مستودعات اهوت، ما شاء الله بقت الدنيا متظبطة عندنا، بس ناقص ان هم يعبوا فيها بقى، نبتدي يعبوا فيها. هحطهم كلهم فل المستودعات زي العادة، بس ان يعبوها فل وبعدين يبتدوا يستخدموا. تمام كده بقت فل المنطقة هنا. بصوا الشغل، الشغل على يعني اعلى مستوى، شغالين كل طاقتهم. المشكلة الجاربج في المبنى ده مش عارف يعني، مش بياخدوها ولا هي ما بتتاخدش منه، ولا انا حاطط المبنى في مكان غلط. فخلوني اغير مكانه، امسكه كده نحطه هنا مثلا، يمكن تحت هنا في المكان ده ما كانش عارفين ياخدوا منه الزبالة. وكمان ممكن احط له مركز لتدوير النفايات او كده قريب منه خالص، احط له واحد جنبه كده. هو بص زي لاحظتوا العلامة اللي عليه راحت اصلا، بس ما فيش معنى خليه يحط دوت لانه بيلف ياخد من المباني يمكن الاخرى او كده. جت تاني، انا حسدته قلت له العلامة راحت، قامت رجعت تاني بسرعة. البوليسز احنا عايزين نخليهم يدونا شوية فلوس بصراحة اكتر،
خلينا نحسن لهم شوية الترانسبورتيشن، وهو فضل حاجة بسيطة جدا ونوصل للليفل 4 يعني، بس باقي لنا شوية انتاج شايفين. حتى ممكن لو سرعت اللعبة دلوقتي هنوصل ليفل 4 مع بعض، ليفل 5 قصدي. اهوت المطرة خلصت الحمد لله، هنا اهوت شايفين اهو ممتاز كده. دي اخر مباني اتفتحت في المكان هنا ليفل 5 كنت بوريكوا هنا. بص الافشنسي عندنا 22% زيادة. طب بما ان احنا فتحت معانا مباني واحنا لسه هنا، خليني الاول احطها اهو. ده المستودع بتاع الرمل الجديد، احط منه فوق خالص هنا. واحد اتنين، احنا الفلوس بتاعتنا خلصت تقريبا يعني. 120,000 ده خطر، مدينة كبيرة مينفعش يبقى معانا 120,000 بس. بس إن شاء الله هيتعدى الوضع ده، عندي أمل لسه يعني. ده حطينا منه احنا المبنى ده، أيوة هنا المصانع دي حطيناها. بس دوت اللارج ماينر دوت هو اللي احنا محطيناهوش. اوه بص قد ايه ضخم، سعره كام؟ 35,000. هحط له اتنين مش هحط اكتر من كده. يا بص بص ضخمة قد ايه الونش ده. هذا ديت الحفارة بتفضل تحفر وتاخد التراب بتاع، شايفينه انت اصلا جوه ماشي ازاي؟ يمشي على السير يوصل بقى يقع منه الطوب والكلام دوت، وياخد المعادن، المعادن لوحدها تتصفى تنزل مثلا هنا، ياخدوها بقى يودوها للمستودعات. بس منطقة صناعية خارقة خلاص، حصل زحمة على دول عشان لسه هم بيملوهم فل. فبس يعني مش ازدحام، مش تكدس، مش واقف في الطريق يعني، بس انه في عدد كبير من الشاحنات، ده مش حاجة مضرة يعني. حتى ده برضه خلينا نعملهم فل. فلوس بدأت أشوف فلوس خلاص، ويعني أول ما ابتدي أشوف اللون الأخضر هنا بكون سعيد، بس بيختفي بسرعة بصراحة. إحنا أنا نسيت أحط إنه يعني نعمل بحث علمي، نسيت أديهم بعثة والله. طب تعالوا خلاص نروح على طول نديهم هناك دفعة كده يعني، يروحوا يبعتوا لنا ناس يتعلموا برا. خلينا هنا نيجي نديهم 50,000 في الهوسبيتاليتي، لأن لازم نتطور بقى الليفل اللي بعد عشان نحط بقية المباني وكده يعني. كل ده احنا بنصرف عليها، بص اكسبنسز كام؟ 23,000. مش بدون أي حاجة نتحكم في سعر التذاكر يعني. خلينا نشوف الوضع التعليمي. اوه احنا الاليمنتري سكول بقى عندنا احتياج عظيم ليها. خلينا نحط واحدة هاي كاباسيتي اليمنتري سكول هنا، نحطها هنا كده خلاص، غطتنا الاحتياج لان هو الحي ده هو اللي كبر مرة واحدة. وبرضو ناخد، احنا معناش فلوس نحط حاجة تانية. واو شوف كان 24,000 نزلت 9,000 في ثانية، بقت 10,000 اهيت. غريب الطلعات والنزلات بتاعت الفلوس بتاعت المدينة بتاعتنا بصراحة، مزعجة يعني. تحس انه يعني ببقى حاسس بالخطر دايما، مرة ابقى غني مرة فجأة ابقى فقير جدا. طيب بالنسبة للهاي سكول كمان عندنا ضغط جامد خالص، محتاجين هاي سكول. دي بتزيد 1,000 كاباسيتي، سعرها كام ديت؟ 24,000. دي سعرها 58 تقريبا الضعف، زيد 2,400. والله ممكن نحطها هنا برضو الناحية التانية، بحيث انه خلاص المنطقة دي منطقة تعليمية، حتى اللي ساكنين في الأحياء اللي هناك عايزين يجوا الثانوية مثلا يجوا هنا. ليه كل دي وفيات؟ حاطط لكم هنا مباني يا ولاد الحلال. ده عنده 4 سيارات، 4 سيارات. المفروض ان احنا نقدر نحدد انه المبنى ده مثلا يخدم المنطقة دي بس، لان انا اللي بحس ان المشكلة بتاعتهم انه المباني بتطلع سيارة وتروح بقى تلاقي واحد متوفي في اخر الدنيا تروح تجيبه وما تجيش تاني.
يحصل التأخير ده، زي برضه بتوع الزبالة وإعادة التدوير. يعني بحس هي دي المشكلة اللي مش منطقي. يعني أنا حاطط هنا كل دول، بص الواحدة فيهم ساعة يعني كبست بتاعتها 3000، هنا كان 4 سيارات قلت يعني كمان، مش عارف صراحة. هنا بس اللي نقدر نستخدمه نوع السيارات، ما اقدرش اضيف سيارات زيادة. يعني ممكن لما نحتاج ان احنا مثلا نرفع لهم البادجت بتاعهم، نسوي البادجت بتاعهم داخل في الهيلث كير مع بعض، لو رفعته هيرتفع علينا المصاريف كلها على بعض. خلينا نيجي هنا نشوف أمورنا المادية بتاعتنا حصل فيها ايه. من هنا اهو نقدر نقرأ على طول. احنا اللي بيجيلنا دلوقتي 102,000 او 103,000، وبنصرف 87,000، فالفرق ده هو الربح بتاعنا، بقت 110 اهي. من الحدائق بص المكاسب بتاعتها ايه، ولا حاجة. بنكسب 20 في الأسبوع من البنك، ومن الجامعة أو المناطق التعليمية بنكسب، المناطق التعليمية كلها يعني 2000 وبس وشوية. أما بنصرف على التعليم عندنا 25,000. هنا نعرف إنه ده هو مثلا البند، ده هو أكتر بند فيه يعني مصاريف عندنا. مثلا المناطق الصناعية هنا احنا بتطلع لنا 8,000 مثلا دلوقتي، او كانت 12 وبنصرف عليها 11، فيعني قريب الرقم، قريب. المية والكهرباء وكده ما فيش في ايدينا حاجة صراحة نعملها. المفروض ان احنا بقى نبتدي نشتغل على السياحة كمان، اظن فكرة الشغل على السياحة هتجيب لنا يعني دخل، لان احنا السياحة عندنا يعني رامينها خالص، زي بالظبط الترانسبورتيشن. فما ان احنا المفروض طلعت عندنا الترانسبورتيشن وبقت فتحت سكة القطار، اللي حددني ان انا احط محطات قطار هي انه، خليني اوريكم، تعالوا بصوا هنا معايا، شايفين الترين المحطة بتاعته لو انا عايز احط الاليفيتد المحطة المرتفعة هتكلفني 65,000 بس كده محطة، لسه ما اتكلمناش على طريق ولا اتكلمنا على اي حاجة. الترين ستيشن ديت واحدة تانية، دي محطة نوع تاني اظن، دي الاليفيتد ودي على الارض عادي، دي محطة مرتفعة ودي محطة على الارض، وهنا ديت محطة للي هي الحاجات الكارجو. فعايز احط محطة للكارجو عشان يبتدوا يصدروا، يعني يبتدوا يحصل بقى تصدير. المحطة احنا كنا مخططين ان هي نخليها مثلا، خليني ابعدها هنا لأقصى حاجة بعيدة هنا، بحيث انه لما نفتتح المنطقة نعمل محطتين، محطة للكارجو تتورد بقى كل اللي احنا عايزين نعمله، لان احنا هنشتغل هنا عندنا اصلا اوريدي المعادن، وهنطلع من هنا اهوت بقى كمان انتاج حيواني وانتاج خشب، والصراحه ده لازم نعمله ان شاء الله في الحلقه ديت. فخليني اظبط هنا طريق واشوف كده ازاي هناخد وصله مثلا من الطريق ده وننزل بيها كده، ونعمل هنا منطقه المحطات. وكده انا خلصت، عملت هنا منطقة يعني المنطقة الصناعية بتاعتنا اللي هي هنفتتح فيها مزارع ان شاء الله، وكمان وصلت هنا اول محطة قطار. بس المحطة ديت بتعتمد على يعني تصدير البضائع بتاعتنا، مش ان هي يعني هتنقل الركاب وكده، فدي لسه مش بيستفيد منها الا بس في موضوع التصدير. انا على اساس انه انا احاول اخلي حاجه تساعد انه تجيب لنا شويه فلوس يعني الفتره دي على الاقل. فيبتدي دلوقتي الشحنات تيجي، عملت الدوار دوت وعملت هنا اكسس لي من المنطقه الجبليه دي، بحيث انه الشحنات تيجي من هنا على طول، تدخل في النفق ده، ينزلوا هنا يعدوا طريق عادي، بعدين نفق تاني يجوا هنا من الدوار، عندهم اكسس للطريق دوت بس رايح، فعشان ما يحصلش اي ازدحام يدخلوا هنا رايح ويلفوا، وهم راجعين يلفوا كده وياخدوا الدوار ويرجعوا الطريق بتاعهم تاني. فيعني عملت منطقة المحطة ديت، هضيف عليها أنا كمان شوية، هضيف عليها ممكن هنا أو في المنطقة ديت أعمل محطة للركاب. محطة الركاب هتجيب بقى ناس من المدينة دي من هنا، تسحبهم تجيبهم توصلهم لهنا.
بحيث انه تبقى الحركة سريعة، ودي تبقى اول محطة ركاب. بس انا عايز اجمع شوية فلوس، وفي نفس الوقت احنا مش عارف مش هيتجمع معانا، لانه هبتدي احط انا هنا دلوقتي المنطقة الصناعية بتاعة المزارع. ولو جينا هنا على الفارمنج اندستري، وهاجي انا حددت عملت يعني تخطيط مبدئي للمنطقة، بس يعني ايه مش مقسمتش قوي جوه عشان نشوف المباني نفسها هتتقسم ازاي ونحط طرقات بناء عليها. عندي مخطط في بالي كده ان شاء الله ينجح ويبقى شكله حلو، ونحاول نطبقه ان شاء الله مع بعض. المنطقة ديت انا عايز احط المين بيلدينج، المبنى الرئيسي دوت، احطه هنا في المربع ده، ومش هحط معاه اي حاجة تانية غير البيوت اللي هي الباركس والكذا، الحاجات الخدمية يعني، مش هيكون معاه مزارع او اي حاجة. فممكن نخليه لوحده كده الناحية التانية هنا، بس انه ما يعملش اي ازعاج او اي مشاكل على الطريق الرئيسي يعني، لان ده يعتبر الطريق الرئيسي داخل. طبعا اول ما حطينا جات لنا مبروك ان اتفتحت لنا كل الحاجات ديت، دلوقتي بقينا عارفينهم بقى احنا خلاص كده كويس. دلوقتي هاجي بقى انا على منطقة على تحديد المناطق من هنا، ونشوف منطقة الاندستريال ديت، ونوسع بقى المنطقة بتاعتها، نكبر الدايرة على أكبر حاجة، وناخد منطقة المزارع بتاعتنا. المخطط ده يعني كبير طبعا جدا، ولكن يعني هنشوف احتياجنا منه قد ايه ونكبر عليه. ممكن حاليا نخليه لحد هنا كده بس، ولو احتاجنا تاني نبقى نضيف. مفيش مانع. لو تلاحظوا انا شلت الشجر كله من المنطقة دي، لأن الشجر لما اجي اضيف انا الريسورس اللي هو الاخضر دي، المواد المنطقة تكون يعني مؤهلة للزراعة، لو جيت اضيف انا الريسورس من هنا هو على منطقة فيها شجر زي كده مثلا، لو خدت ده حاولت اضيف هنا في المنطقة اللي فيها شجر دي، ثواني اوريكم، بصوا بيضاف حوالين المناطق الفراغ بس اللي ما فيهاش شجر، اللي فيه شجر ما بيروحش منها يعني بيجيش تحتها، فعشان كده اضطريت اشيل الاشجار. بعدين نبقى نزينها احنا شوية اشجار كده في الطرق. واصلا طريق استخدمت الطريق الرخيص اللي هو الاندستريال رود دوت، طريق يعني صناعي زي ما انتم شايفين كده، بصوا معمول خرسانات يعني، بحس انه يعني شوية بيكون ليه ازعاج او ضجيج في المناطق السكنية، ولكن مش هيفرق معانا في حاجة ان شاء الله. طيب خلونا نيجي بقى نحط مزارعنا، والتخطيط بتاعي هيعتمد ان احنا هنشوف المقاس بتاع المزرعة هيكون عامل ازاي. مثلا خليني اخد ايه ده، اكاديميك، اكاديميك ريبورت، نايس. احنا كده اخدنا ليفل، دي مباني تانية اتفتحت، ممتاز ممتاز. هنرجع للجامعة بتاعتنا بعد شوية. طيب وانا عندي تخطيط كده في بالي لمنطقة الزراعة دي، فخلوني اعملها كده، اسرع الحتة ديت وارجع لكم بعد ما اخلص. وانا بحط المناطق بتاعتنا بقينا بيج سيتي، وصلنا ل 17,000 نسمة. طبعا دوت فتح لنا نوع تاني من انواع الجامعات بتاعتنا، بقى في عندنا نيو بوليسيز ممكن ناخدها احنا نتبناها وبس، وشوية طبعا مباني وكده هنكتشفهم ان شاء الله مع بعض بعد شوية. بس خليني اكمل انا تخطيط للمنطقة ديت وارجع لكم. دي الفكرة بقى اللي كانت عندي، ان هو الطريق نفسه اللي رايح دوت، مثلا المزرعة ديت بوابتها من هنا، اللي بعدها بوابتها من الناحية التانية، فبالتالي ما يحصلش اي نوع من التكدس، يبقى بين المزرعة والتانية في مساحة، في نفس الوقت نقدر نستغل المساحة بتاعتنا ونحط مزارع براحتنا يعني العدد. انا شايف ان الطريقة ديت هتخلي الحركة تبقى كويسة بصراحة، مش هتؤدي لاي ازدحام ان شاء الله. بس احنا بقى عندنا دلوقتي هنواجه مشكلة ان احنا يعني السكان والناس اللي تيجي وتروح وكده، اظن دي هتكون فيها مشكلة، فعشان كده لازم نشتغل على موضوع التوصيلات او المواصلات اللي احنا هنعملها هنا ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا ايه اللي حصل معانا، خليني بس اراجع سريعا. الطريق دوت لازم اوصله هنا عشان لو حبوا يصدروا حاجة من المنطقة دي ييجوا على طول يصدروا، لانه مفيش طريق يوصل هنا بالدوار، بس ممكن حتى نوصل الدوار برضه مش مانع يعني.
بس الدوار هنا وصلت الدوار، كنت بفكر لها بحاجة بحيث انه انا اعملها one way، طريق واحد. بس انه يعني الدوار برضو ما يحصلش عليه زحمة. انا عملت هنا دوار كبير يعني بصراحة، على اساس انه هو يستحمل معانا الضغط اللي هيحصل عليه. ممكن بعدين نبقى نطور ونخليه اكتر من حارتين او كده، بس مبدئيا ده كفاية. اه بدأ الناس تستخدم الطريق ده، حتى يستخدموه يعني عشان يوصل من هنا مثلا يروح تاني للمنطقة دي عادي يعني. ده كويس. دلوقتي بدأ التاني بقى تجيلنا موضوع انه هنا في حرامية وكذا، معرفش ايه الحرامية اللي رايح يسرق شوية شوية الرز ده ولا شوية القمح. لين نعالج الموقف ده على طول، نجيب لهم بتاعة إطفاء، محطة إطفاء. ممكن محطة الإطفاء نخليها الناحية التانية هنا، ومركز البوليس كمان جنبها، مركز بوليس. بس بحس انه ايه يطلع بقى يعالج لنا الموضوع ده. اه السيارة طلعت على طول، هو مش وصل لهم مية. طيب ولا يهمك، ازاي مش وصل لكم مية؟ اه الخطين دول مش موصولين. الله عليك. ولا تزعل، حلول موجودة. نايس. دلوقتي بقى عندنا هنا طلب كبير قوي على المناطق دي، فخلينا نيجي نضيف هنا المزيد من المناطق. الله شكلها حلو، مناطق للمكاتب ديت. طيب نيجي نقول احنا عايزين من هنا. وليه ده راح من عليه التحديد؟ اه انا كنت محدد كده بس مبنى ومبنى، يعني سايب فراغ من بينهم على اساس بس انه يطلع المباني منفصلة يعني. ممكن نضيف هنا برضو مكاتب من ديت، اللي هي مناطق التسوق بس الليفل 2. خلونا نعمل لها كده منطقة ونديها حتى طابع مختلف. أصلا المزارع راحت ليفل 2 على طول، ما شاء الله ممتاز. المدينة التجارية بتاعتنا ممكن أعملها في المكان ده صراحة، موقع كويس ده، هتيجي معايا تخطيط حلو يعني. تمام، انا عملت هنا التقسيمه زي ما انتم شايفين كده. بس جينا بقى هنا عندي اربع مناطق او اربع اشكال مختلفه للمناطق التجاريه. المنطقه التجاريه اللي هي بدون جدران احنا مش هنحطها، فهحط انا اللي هي بتاعه التوريزم، السياح، الحاجات، المراكز التجاريه السياحيه. نخليها مثلا هنا في الزاويه دي، ونحط اللي هي ديت هنا برضو، ونحط اللي هي بتاعت أهم حاجة عندي اللي هي الموارد اللي بتيجي من بلد عندنا تتباع، فحطها في أكبر منطقة دي. وأجي أعمل المنطقة التانية منطقة سياحية برضو، أو أخليها حتى دي فري ستايل، دي تطلع كده فري ستايل في النص ديت. وهنا دي تعتبر الحاجات اللي تطلع من عندنا إحنا. بس أعدل الحتة الصغيرة دي، ناخد البراش وأجي أحدد بقى المناطق بتاعتي. دي كان هنا فري في المكان الفري، وهنا دوت في المنطقة السياحية، لا المنطقة اللي هي مختلفة دي الصراحة مش عارف بتاعت ايه، ما قرأتش. دي المنطقة السياحية، نبتدي يطلع عندنا بقى مباني مختلفة من أشكال المحلات التجارية. هنا بقى هتيجي المحلات بتاعت بيع المنتجات بتاعتنا احنا، هيحصل عليها أظن طلب كبير أوي ديت. خليني ممكن أعبي منها كل المساحة، دي الأولوية عندي. تمام أظن كده كفاية أوي مناطق يعني تجارية. اللي باقي بقى إن أنا أحط لهم برضو على السريع عشان ما ننساش مثلا شوية وقف
خلينا نيجي على هنا نجيب المواقف الكبيرة مثلا، ولا مواقف حتى صغيرة مش مشكلة، وهاجي في المناطق اللي تطلع فيها يعني حاجات صغيرة زي كده. شايفين دول بيطلعوا ايه؟ زي كأنهم يعني محلات كبيرة، دي الحاجات اللي بتبيع المنتجات بتاعتنا احنا. طيب خلونا بما ان احنا دي اتطورت عندنا، هناك في وفيات، وبيحصل وفيات برضه في ادم، وفيات في مركز الشرطة، هيد كوارتر حد مات فيه ولا واحد اخدوه على الزبون حد ما مات، معلش هنحقق في الموضوع ده بعد شوية. بس اجي احط لهم مبنى الوفيات هنا مختلف. ايه دول؟ ده زي متحف او متاحف. ديت محرقة، دي محرقة للجثث، وديت المواقف المدافن العادية. خليني احط لهم مدافن عادية هنا. يلا خدوا واحدة، حسوا بالسعادة كلهم، بس انه يعني مساكين مش لاقيين مكان يدفنوا فيه. تعالوا نحط لهم هنا كمان، نزيد هنا واحدة وهنا واحدة. أنا عارف أحطهم فوق بعض بس يعني مش بتفرق في حاجة. المباني بتتطور هنا، يمكن عشان حطيت مدافن يعني كتير. عندهم ناس متوفية كتير برضو، رغم إن زي ما احنا شايفين حطت هنا المباني دي من أول ما حطيتهم هم طالع منهم سيارتين بس مش عايز يطلع تاني. مكبات الزبالة دي شكلي خلاص هستغنى عنها وابتدي أحط بقى الحاجات الجديدة، بس الأول هاجي هنا وأظبط موضوع الطريق ده. خليني أخد كده نضيف طريق هنا مستقيم، وابتدي بقى أشوف المباني اللي اتفتحت جديدة هنا. ديت فتحت لنا أهم واحدة بتاعت التخزين، وهنا حصل عندي خلل في التسجيل، البرنامج وقف ظهر لوحده بسبب ان الهارد ديسك كان فل او حاجه زي كده، فراح عليا جزء كبير جدا من اللي انا كنت مصوره. والقسم ده كله يعني بس دي المقطوعه اللي انتم شايفينها دلوقتي هي اللي كانت موجوده، والباقي كله كان مهنج وواقف كده ثابت، صوره واحده ثابته. فانا بشكركم جدا انكم وصلتوا معايا لحد هنا. هنستعرض الحاجات اللي فاتت دي، وما فاتكوش كتير يعني، هو كلها عباره عن تنسيق وتنظيم، فهنستعرضه ان شاء الله كله في الحلقات اللي جايه. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وإن شاء الله نشوفكم على خير. سلام.